Please watch your luggages. Hold the handrail. Mind your steps. Your attention, please. هاي، بالحلقة الأولى استقبلنا السيد ناصر نواس وكان لنا الشرف نلتقي ببنته شيخة نواس، نائب الرئيس لإدارة علاقة الملاك بشركة روتانا للفنادق، وناخد منها مقابلة صغيرة. خلونا نشوف سوا عن شو حكينا. وأنا أشكر ربي إن أعطاني بنت حتحمل نفس الفكر ونفس الهدف ونفس التطلعات اللي أنا أحب أشوفها بالنسبة لشركة روتانا، لأنه بالفعل اللي ساعدني كثير إن هي ما شاء الله عندها نفس الشعور ونفس المحبة بالنسبة لها العمل. لأن الواحد مهم، الإنسان إذا يحب ينجح في عمله لازم يحبه. الشيخة الشيء اللي خليني أنا مبسوط ومرتاح إن هي ما شاء الله تحب عملها مثل ما أنا أحبه، هي تحب الناس مثل ما أنا أحبها، تحب تخدم مثل ما أنا أحب أخدم الناس، علاقاتها ما شاء الله طيبة مع الكل مثل ما أنا دائما يعني عملت عشان أوصل لهالمستوى مع الناس اللي أنا أشتغل معاها. ففي أشياء كثيرة بالفعل هي تشبهني فيه، فهذا اللي خليني جدا مرتاح ومبسوط وسعيد. يعني حتى الواحد تعرف بعد فترة من الفترات لازم أيضا يتقاعد، فطبعا لما يكون عنده حد بحل محله بيفرح كثير وبيطمن وبيعرف أن الشيء اللي بداه بيستمر. شيخة، يعني ما بركي بدي اعرف عنك لانه ما بدي اقول انه انت بنته لناصر، لانه كمان انت عندك البوست تبعك بالشركه، حضرتك نائب الرئيس لاداره علاقات الملاك. صح، انت بلشت بال 2018 مزبوط، بس انت اشتغلت قبل 2018 مش مع روتانا. انا ما اشتغلت ب 2018، انا بديت مع روتانا في 2011. 2011. I got promoted to this post في 2018. بس انت قبل اشتغلت مع غيره؟ اشتغلت مع KPMG. بس ليه مش دغري بلشت بروتانا؟ مش دغري بلشت بروتانا because KPMG is an international firm. شركة عالمية، وحبيت اني اكون I familiarize myself with an international company. هم عندهم معايير ومقاييس، حبيت تاخذي خبره يعني من عندهم، مقاييس دولي يعني انترناشونال، فعشان شي حبيت اني اشتغل هناك بعد to be independent. عرفت ان I take it the hard way. بتحس انه وقتها قررت ترجعي تتركي وتشتغلي مع روتانا، اول شيء كان قرارك ولا كان شوي ما بدنا نقول غصب بس انه من والدك ولا كان انه قراري؟ لا، الوالد هو اللي عرض علي الشيء هذا. طبعا هاي الشيء وايد فرحني اني اكون معه. اكيد حلو، عشان ما احس انه ما احس، اكيد الخوف كان موجود ولين اليوم موجود. بتحس انه بريشر عليك عم تشتغلي مع والدك؟ في بريشر. بريشر بس من الوالد ولا من العالم؟ لا، من اكثر شيء، لا العالم مش كثر الوالد. الوالد طبعا ان هو حملني امانه ووثق فيني وامن فيني، فعشان شي دائما احب اكون قد الثقه وقد الامانه.
هلا انت اكيد قد لانه هي. بسم الله صار لك معهم صلي معهم داخله في السنه ال 11 عيطت العشر سنين عيطت العشر سنين طيب جود بالنسبه لوالدك وقت تكوني بالشغل بتعيطي له بابا ولا بتعيطي له مش انه بيتغير متعود متعودك اعيط له هيك بتحس انه لانك انت بنته معقول بالشغل مثلا بيقولوا انه لانه بنته عندها مثلا بريفيليج غير عن غيره ولا انه انت بتاخذيها يعني يو تيك ذس انا بديت انا بديت من الصفر معاهم انا ما بديت اعطاني بوست رايت اواي انا بديت طبعا بيكوز انا مش جايه من هوسبيتاليتي باك جراوند جايه من فاينانس باك جراوند تخرجت من جامعه زايد بزنس ادمنستريشن كونسنتريشن فاينانس I had a 12-month program where I had to experience how a hotel operates. وبعدين أسست إدارة التدقيق الداخلي واشتغلت فيه لمدة 5-6 سنين وحسيت أن كان في حاجة أن يكون في مثل close supervision or close supervision on hotel owners. احنا كشركة روتانا ندير الفنادق ما نملك في ناس دائما يعني يتخلبطون بين الإدارة وبين الملك ف روتانا هوتيلز بدت من relationships مع الوالد ايام ما كان في الحكومة وثقته فيهم هي اللي خلته يستمر مثل ما قال لك ثقة الناس اللي انعطت لروتانا هي اللي خلتنا نوصل النجاح اللي احنا فيه اليوم فطبعا مش بس شيء حتى الثقة اللي احنا عطيناها حق الناس اللي اشتغلوا في روتانا من البداية ومستمرين ان هم شغالين في روتانا الحلو انه اول شيء بيك اسم الله عن جد هيك روح حلوه واللي يعني يمكن اول شيء هيك بحس واحد شوي رهبه يعني انا هيك حسيته بس بعدين هو طريقه حكيه وعنده غير انه بسيط عنده هيك روح حلوه يعني بس يحكي معك بقربك له هيدا شيء كثير حلو وحبيت فيك انه انت مثل ما قلت بلشت من الصفر واثبتت حالك لتوصلي مطرح ما انت شيخة شو أحلى من الفنادق اللي عندكم ياهم شو أحلى فندق أنت بالنسبة لك سعديات لأنه أنت كان لك سعديات أنا يعني شفته من It's like a baby to me يعني شفته من يوم ما على الخرائط لconstruction لcompletion لoperations يعني دخلت فيه في أدق التفاصيل سعديات على فكرة هو نحن مطرح ما نحن هلأ عم نصور هو مزبوط على أنا مش بارم كل فنادق روتانا بس لهلأ أحلى فندق عندي الحمد لله الحمد لله شيخة إذا ما كنت عم تشتغلي هلأ بروتانا ما نرجع كتير لورا يعني حتى أنا أعتبر أنه والدك حتى ما أسس كل هيدول أنت لحالك شو كنت بتفكر تعملي يعني بشي مرة قعدت قلتي لو ما بشتغل هالشغلة كنت بعمل شي تاني مثلا يعني أشوف أنا وايد أحب الهيلث أند ويلنس جنرالي فيمكن I do something in that field health and wellness yeah شو عندك أحلى ذكرى إذا بدك تفكري هيك أحلى ذكرى عندك إياها بس تفكري شو بتكون لما خلص مشروع السعديات روتانا هي أحلى ذكرى عندك هالقد بتحبيه هي. حلو وخاصة لما تشوف تعب كله يعني coming to life بتحس إنه عندك نظرة مستقبلية غير عن نظرة والدك أو يمكن مش ضروري تكون غير يمكن إنه في تطور ولا شيء بس تقعد أنت وياه تحكوا بتحس إنه في عندك أشياء حابة تعمليها للمستقبل شوف ال الهيومن كابيتال وايد مهم بالنسبة لنا في كل شيء نسويه يعني it's the heart and soul of everything we do عندك الملاك اللي نتعامل معاهم التطور اللي احنا فيه الجروث اللي احنا فيه هذا كله لو مش الناس اللي احنا وثقنا فيهم وطورناهم
ما كنا بنكون وصلنا اللي احنا فيه اليوم. ومن بعد اقول ثقة الملاك وثقة الاشخاص اللي امنوا في روتانا من البداية شيء وايد مهم. اللي انا اقدر اسويه ان يعني I sustain هالشيء و I enhance it in a way by integrating the right technology, using طبعا technology and enhancing the guest experience and enhancing حتى the operations and making things more efficient and sustainable. حلو هيك واضح انتو عم تحكي قدي بتحب شغلتك. لو هيك انه على الرايق بس مبين انه عن جد قد بتحبيه هذا شيء كثير حلو. مثل ما قال والدك انه شيخه اللي بيلاقي انت وياه عندكم سيميلاريتي فيها هي انه اثنيناتكم بتحبوا اللي بتعملوه وهذا شيء واضح. ونحب الناس. حلو نحب الناس هو احلى شيء عن جد. ريليشن هاي التاتش يعني دائما اقول ان هاي التاتش نو ماتر وات يو هاف هاو ديجيتال ثينجز جيت الهيومن تاتش از سمثينج ذات از نوت ريبليسبل. صح. بما انه عم نحكي عن هذا الشيء قد ايه بتحب السوشيال ميديا يلي هي ديجيتال؟ انا بحب السوشيال ميديا. تعرف ليش؟ ليه؟ عشان ات كيبس يو كونكتد. صح. يعني انا عندي اصحاب وايد في السعوديه في الدوحه في وايد اماكن. ما نعيش في نفس المكان بس اللي خلينا نكون متواصلين مع بعض السوشيال ميديا. صح. أنا في مرة حدا قال لي شغلة كتير حبيتها قال السوشيال ميديا مثل السي في تبعك إنه بتفوتي بتشوفي كل شيء عن هذا الشخص من السوشيال ميديا مزبوط عن جد كأنه سي في. بتحسي إنه أكيد هي مثل عمل شوية ريبليسمنت يمكن لكتير أشياء للدعايات للصحف للمجلات لهدول الأشياء بس أنتو بالشغل مين بياخد القرار أكتر أنت ولا بيك؟ بالنسبة للسوشيال ميديا ولا ولا واحد منكم؟ بالنسبة للسوشيال ميديا it's the relevant it's أمل حرب طبعاً. it's أو بعد it's a joint يعني هما they're إحنا كتيم we like to brainstorm we like to share ideas and whatever يعني أي شيء يعني ممكن يتطبق يتطبق طبعاً. the cost has to be considered the cost and the timing. فبس أمل حرب هي الكل في الكل. يعني أمل موجودة معنا. أمل هي اللي جابت كل يوم. أمل هي اللي جابتني اليوم. يعني أنا بالغلط تعرفت على أمل. أنا حكيت مع جوزيف وجوزيف حولني لأمل. هلأ صرت أنا أصحاب مع أمل أكثر من جوزيف. شيخة بالنسبة بما أنه نحن برنامج سفر قد ايه بتحب السفر؟ وايد. وين آخر بلد سافرت عليه؟ آخر بلد سافرت عليه تركيا. تركيا. بودرم. شيخة أي بلد حابة تسافر عليه بعد ما سافرت عليه؟ ايسلند عشان I think it's a natural place يعني فيها وايد اشياء طبيعية الكلايمت بعد فيها وايد adventures فأنا أحب لما أسافر يكون في adventure عشان يكون experience غير. طيب إذا منا نقي بلد أو مدينة معينة حابة تفتحي روتانا فيه بأي مدينة بتنقي؟ If we think of it operationally, it would be London, because the الناس اللي have the Rotana brand awareness معظمهم من GCC, والناس اللي تروح لندن وايد منهم من GCC, فهم already عندهم brand awareness أو عارفين شو Rotana أو عارفين شو يتوقعون من البرودكت نفسه. فبس انا personally احب ايطاليا وايد بعد فان شاء الله one day. ختاما للاسف يعني بس مثل ما ختمت مع بيك رح اختم معك كمان. شو بتحب تقولي له لبيك؟ اني انا وايد احبه واني انا يعني وايد محظوظه اني قضيت 10 سنين من عمري معه وتعلمت منه وايد وإن شاء الله دائماً أكون عند حسن ظننا ويعني ثقته فيني شيء وايد وايد عزيز على قلبي.
الله يخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض. مشاهدينا، نحن حلقتنا لليوم قسم الانترفيو بيكون خلص. اكيد خليكم معنا لانه نحن مكافيين رح نعرفكم على البلد الجديد من The Traveler مع زياد. خليكم معنا.